رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه اللفظة ينبغي أن تحفظ وأن يكثر منها المسلم كل يوم، يكثر منها ما استطاع. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، هذه فيها ثواب عظيم، هذه فيها ثواب عظيم جدا. لأن كما سيأتي معنا في الحديث، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. المصنف عن النووي في شرح له لهذا الحديث وسيأتي معنا يذكر أن هذا كما أنه يتناول إذا خصصت مؤمنا بعينه يتناول أيضا التعميم، أن يقال ولك بمثل. إذا قلت رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب قلتها، وقال الملك ولك بمثل، كم هؤلاء المؤمنين الذين ولك بمثل. ولهذا جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. كم هم هؤلاء؟ لما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، كم من الحسنات التي سيظفر بها ويفوز من دعا بهذه الدعوة. ولهذا لعلنا يعني، وهذا من باب فقط التذكير إلا الجميع معتني بذلك، لكن من باب التذكير أقول هذه اللفظة تحفظ ويكثر منها: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا نحث إخواننا وجيراننا وقرائبنا ونحثهم على الاكثار منها.